بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، واصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم يسر لنا تلاوته وحفظه وفهمه والعمل به وتبليغه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعله لنا إلى الخيرات دليلا وإماما. اللهم اجعله مؤنسا لنا في قبورنا، وشفيعا لنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم فرج الكرب عنا وعن سائر المسلمين من أمة سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم فرج الكرب عن كل المسلمين في كل مكان. اللهم أقل عثراتهم، اللهم اجبر كسرهم يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ولي عليهم خيارهم ولا تولي عليهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم اختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم بارك لنا في أسماعنا وبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين أمين، في فقه السادة الشافعية. وكان الجلسة الماضية في بداية أحكام الجعالة، فصل في أحكام الجعالة، وقرأنا فيها مقدمة هذا الفصل في الحاشية، ووقفنا على قوله وهي بتثليث، وهي اللي هي الجعالة، وهي بتثليث الجيم. تثليث الجيم يعني جعالة وجعالة وجعالة، والكسر أفصح، ومعناها لغة ما يجعل لشخص على شيء يفعله، وشرعا التزام مطلق التصرف عوضا معلوما على عمل معين أو مجهول لمعين أو غيره. والجعالة جائزة من الطرفين، طرف الجاعل والمجعول له، وهي أن يشترط في رد ضالته عوضا معلوما، كقول مطلق التصرف من رد ضالتي فله كذا، فإذا ردها استحق الراد ذلك العوض المشروط له. يقول الشيخ إبراهيم البيجوري في حاشيته قوله وهي بتثليث الجيم والكسر أفصح، عملا بقول ابن مالك لفاعل الفعال والمفاعلة، جاعل أدي فاعله، يبقى جعالة الفعال ومجاعلة اللي هي المفاعلة، لفاعل الفعال والمفاعلة. وقال نفس الكلام ده في الجوار، قال برضو بكسر الجيم لفاعل الفعال والمفاعل في الجوار والمجور، وقال قبل كده في القراد، القراد والمقاردة لفاعل الفعال والمفاعلة، يعني نفس المعنى ده استدل بيه بنفس بيت الشعر ده او الـ الشطر من هذا البيت
في القراد والجوار خلطة الجوار، قايلها لما كنا بنتكلم على الشفعة في أحكام الشفعة، وفي القراد، وقالها ثالث في الجعالة. فالكسر أفصح بناء على إيه؟ على هذه اللغة. لكن المشهور على ألسنة الناس الجعالة بالفتح، الجعالة ده المشهور على ألسنة الناس، لكن الأفصح الكسر، ويجوز لغة الضم أيضا. يقال جاعل يجاعل جعالة، بل اقتصر بعضهم على الكسر، يعني بعض العلماء اقتصر على الكسر فقط، ما قالش بتثليث الجيم، قال بكسر الجيم فقط وسكت. فقول الرحمن والفتح أفصح غير مسلم، وإن كان هو الأكثر الجاري على الألسنة. وممكن يبقى قول الرحمن بدل ما يقول الفتح أفصح يقول الفتح أشهر على الألسنة، ويبقى كلامه هنا صحيح مسلم، الفتح أشهر على الألسنة بدل ما يقول عليه أفصح يعني. فربما أراد بالأفصح هنا والأشهر على الألسنة. قوله ومعناها أي الجعالة، أي كلمة لها معنى لغوي ثم يأتي الشرع يقيد المعنى اللغوي بمعنى جديد، لكن برضو من يعني مستمد معناها الشرعي من أصل معناها اللغوي. فمعناها اللغوي أي الجعالة. وقوله ما يجعل لشخص، أي سواء كان بعقد أو بغيره. ولا يخفى أن الجعالة في الأصل مصدر، فتفسرها بما يجعل اللي هو العوض الذي هو الجعل، الجعل هنا هو العوض بضم الجيم، فتفسرها هنا بما يجعل الذي هو الجعل مجاز بحسب الأصل، وإن اشتهر ذلك فصار حقيقة عرفية. يعني اما بيطلق الجعالة ويطلقها على ما يجعل على الجعل، ده من باب المجاز وليس من باب الحقيقة، إلا أنه من اشتهار وكثرة استعماله صار إيه حقيقة عرفية وليست حقيقة لغوية. ومعناها ما يجعل لشخص على شيء يفعله. قوله على شيء يفعله أي على فعل شيء، فهو على تقدير مضاف، وإن كان يصير في الكلام ركة لأنه يصير التقدير على فعل شيء يفعله، يبقى فيها تكرار، فقال على شيء يفعله وحذف المضاف. قوله وشرعا المعنى الشرعي بقى عطف على لغة، وقال معناها لغة عرف، بعدين قال وشرعا يبقى عطف على لغة. قوله التزام مطلق التصرف عوضا معلوما على عمل معين أو مجهول لمعين أو غيره. التزام مطلق التصرف إلى آخره، قد جمع الشارح جميع أركانها الأربعة المذكورة وغالب شروطها، لأن الالتزام لا يكون إلا بصيغة، فكأن لما قال التزام يبقى الصيغة، وقال مطلق التصرف اللي هو أحد العاقدين اللي هو المالك أو موكله لا يكون إلا بصيغة، ومطلق التصرف أحد العاقدين وهو الملتزم. وقول عوضا معلوما هو الجعل، العوض المعلوم هو الجعل، زي ما قلت لك في لغة المصريين يقول الحلاوة، يقول له اعمل كذا وليك حلاوة، وليك الحلاوة، ابحث عن كذا الذي ضاع مني وحديك الحلاوة، مش المصريين يقولوا كده؟ الحلاوة دي بقى هي الجعل. أحيانا يقولها كده وخلاص، هيقول له هحلي لك بقك، يعني هحلي لك مبلغ ما يحددش قد إيه، يبقى ده عوض مجهول، لكن على عمل معلوم إن هو يبحث له عن ضالته مثلا،
وإن كان طريقة العمل مجهولة لأنه مش هيعرف هيبحث في أي جهة، مش كده برضه؟ وأحيانا يكون لمعين يقول له مثلا يا فلان، يعني حدد اسمه شخص معين، ابحث عن ضالتي فإن وجدتها لك مني كذا، يبقى ده اسمه ايه؟ تكليف معين هنا. وقد يكون على غير لغير معين، يقول من وجد ضالتي يا أهل المسجد، من وجد ضالتي له كذا، ما حددش واحد في مين في اللي قاعدين، فممكن كل ده يبقى له صور على شيء يفعله، وشرعا التزام مطلق التصرف عوضا معلوما، والجعل عوضا معلوما هو الجعل، وهو مفعول المصدر، المصدر هو التزام، التزام ده داخل فيه ايه؟ الجعل ده بقى يعتبر هو الذي وقع عليه الفعل، يعني كأنه مفعول به، كأن الجعل هو المفعول، هو مفعول المصدر اللي هو التزام المضاف لفاعله. ما هو قال التزام مطلق التصرف، أضاف الفاعل اللي هو مطلق التصرف لإيه؟ لمصدره، للمصدر، مش كده برضه؟ التزام مطلق التصرف، مطلق ده إيه؟ فاعل مضاف إلى مصدره، عوضا ده مفعول به للمصدر برضه، التزام، يبقى التزام هو المصدر، ما هو المصدر يعمل عمل الفعل، يحتاج فاعل ويحتاج مفعول، فالتزام هنا الفاعل بتاعه مطلق أضيف إليه، وعوضا مفعول به اللي هو الجعل. فهمت معنى كلام الشيخ؟ والعمل مذكور صريحا، أي على عمل، أو عمله على عمل، وقول معين أو مجهول، يعني على عمل معين أو عمل مجهول، أي عسر علمه وإلا اشترط ضبطه كما مر. أما يبقى عمل مجهول، أما يقول من رد ضالتي، ضالتي مثلا أقول له سيارتي سرقت مين؟ لونها كذا، موديل سنة كذا، وكنت إيه شايفها سايبها في المكان الفلاني. يبقى أنا هنا ببين له الحاجة اللي هيبحث عنها، لكن هيبحث عنها إزاي؟ ده مجهول بقى. فهمت؟ فلما يبقى العمل مجهول على الأقل عين له. لكن ما ينفعش أقول له من رد ضالتي، طب أي ضالة؟ يبقى هنا مجهول في عمل مجهول، بحدد له مجهول، ما ينفعش. أي ضالة، وأنت طالع منك مين إيه؟ ابنك ولا سيارتك؟ ولا الحيوان بتاعك اللي كنت إيه؟ بتحطه في الحقل بتاعك؟ ولا زوجتك؟ ولا الخادم بتاعك؟ ولا إيه يعني؟ إيه ضالتي؟ فاهم؟ يبقى لما أقول مثلا ما رد لي فلان، يبقى أنا قللت الجهالة، لأن كيفية الرد مجهولة، فيبقى على الأقل يبقى عارف اللي بيبحث عن إيه؟ فهمت بقى؟ علشان كده يقول إيه؟ معين أو مجهول أي عسر علمه، وإلا اشترط ضبطه كما مر على كذا، على كذا، كما مر. وقول لمعين أو غير معين بالالتزام، متعلق بالالتزام، وهو العامل. العامل ممكن يبقى معين، اقول له يا فلان ابحث عن ضالتي ولك كذا، او ده لمعين اهو، الذي هو احد العاقدين. وصورة المعين ان يقول لزيد رد عبدي ولك علي كذا، وصورة غير المعين ان يقول من رد عبدي فله علي كذا. واضح الكلام؟ قول والجعالة جائزة، احنا قلنا هنا جائزة يقصد بها انها غير لازمة، يعني ممكن في اي وقت اللي هيقوم بالعمل العامل يغير رأيه وما يعملش، كويس، وممكن في اي وقت المالك اللي هو صاحب الشيء يغير، يقول خلاص مش عايز حد يبحث عن ضالتي، انا وجدتها،
او من رد ضالتي مثلا الفلانية له 10 جنيهات، وبعد شوية يقول له 20 جنيه، له 5 جنيه، له جنيه واحد، يغير الحلاوة يغيرها، اللي الجوع يغيره، لا لانه ايه يبقى جائزة هنا، يعني غير لازمة، يعني ممكن تتغير من اي جهة من الجهات. واضح؟ زي عقد الوكالة، عقد غير لازم من الطرفين، يعني ممكن الوكيل يلغيه وممكن الموكل يلغي الوكالة، ما ينفذهاش وما يقومش بيه. والجعالة جائزة، المتبادر أن مراد المصنف بالجواز ما قابل المنع والفساد، وهو الحل اللي يقابل المنع والفساد اللي يقابل الصحة. يبقى ده ايه؟ لف ونشر مرتب اهو. يعني لما يقول لك حاجه جائزه تحتمل انها مقابله للممنوع، يعني مباح، وقد يكون حاجه جائزه يعني صحيحه يعني غير فاسده، مش تحتمل كده برضو؟ يبقى يحتمل الحل اللي هو الاباحه، ويحتمل الصحه اللي هو مقابل للمنع والفساد. وتحتمل جائزة يعني غير لازمة، تحتمل كده وتحتمل كده، فكلمة جائز دي بتحتمل معاني كتير. والجعالة جائزة، المتبادر أن مراد المصنف بالجواز، مين المصنف؟ القاضي أبي شجاع. ومين الشارح؟ ابن قاسم الغزي. ومين المحشي؟ البرماوي. يبقى ما تيجي تقرأ تبقى عارف على طول. أما يقول الإمام البيجوري وقال المحشي، يقصد البرماوي، كان ليه حشية على ابن قاسم الغزي قبل ايه ما تتسجل كلام الشيخ البيجوري، لان الشيخ البيجوري ما قعدش يشرح، ما قعدش يحشي بالكلام ده، كان بيشرحها في الازهر، بيشرح على حشية البرماوي، تلمذته بقوا يكتبوا وراه، فطلعت حشية البيجوري. واضح؟ لكن هو كان بيشرح حشية البرماوي على ابن قاسم الغزي، ويقعد بقى يوسع ويناقش، فتلامذته ابتدوا يسجلوا المناقشات دي، طلعت حشيه الامام البيجوري. خدت بالك؟ يبقى البيجوري لما يقول وقال المحشي ما يقصدش نفسه، يقصد البرماوي، وما يقول قال الشارح يقصد ابن قاسم الغزي، بالنسبه لغزه حررها الله. هنا بقى ايه؟ المتبادر ان مراد المصنف اللي هو ايه؟ ابي شجاع صاحب المتن، بالجواز ما قابل المنع والفساد، وهو الحل والصحة، لا ما قابل اللزوم. ده المتبادر، يعني أول ما تقراه كده، مع إنه مش هو ده المقصود، فاهم؟ يعني لما تقراه كده تفتكر إنه هو بيتكلم على الحل والصحة، في حين إن المصنف يقصد المقابل للإلزام. واضح؟ لا ما قابل اللزوم، فقول المحشي اللي هو البرماوي بقى ما قابل الصحة، لا ما قابل اللزوم، غير صحيح. يبقى بيعدل على الحشية اللي بيقراه، بل سبق قلم. شوف بقى ايه اللطف بتاعهم، يقول لك ده سبق قلم، يعني من الايه؟ من المحشي، مش انه هو يعني اذكى منه او افهم منه، لا، ده ممكن جل من لا يسوء سبق قلم كتبها كده، لكن هو فاهم صح. دي برضو من ضمن الأدب اللي تتعلمه في الحوار مع من سبقك، مش يسفه بقى عقله ويقول لك جاهل ومبتدع وعربيد ومن أهل النار، يكتب لك نص صفحة شتيمة قبل ما تعرفه بيشتموا ليه. شوف انت الكتب الحديثة في المناقشات تبقى ايه، وشوف انت الجيل اللي أقدم من كده كان ازاي في مناقشاته، عنده أدب وعنده لطف في المناقشة. لأن ما قابل الصحة هو الفساد، ولا تصح إرادته، بل المراد الحل والصحة كما علمت، فكان الأنسب للشارح أن يحمل كلام المصنف على ذلك، ثم يذكر الجواز المقابل للزوم بعد ذلك. يعني كان حقه أنه كان يقول أنه هو يحمله على الصحة والحل الأول، وبعدين يتكلم على اللزوم بعد كده، اللي هو الجواز المقابل للزوم بعد ذلك. فما سلكه الشارح ومثله الشيخ الخطيب، خطيب الشربيني دي برضه شرح،
على ايه؟ على متن الغاية والتقريب. ومثله الشيخ الخطيب خلاف الأنسب على أن ذكر الجواز مطلقا قبل ذكر حقيقتها غير مناسب كمان من ناحية المنطق. يعني هو ما يكلمك على الحاجة ويقول لك دي أصلا لازمة أو غير لازمة قبل ما يعرفها لك، طب مش الأول أعرفها وبعدين أعرف وصفها؟ الترتيب المنطقي كده، عرفني الأول بالحاجة وبعدين قول لي الحاجة دي حكمها إيه، مش تقول لي حكم الحاجة قبل ما أعرفها، لأن التصديق فرع التصور. ترتيب المنطقي كده، التصور ايه هو؟ التصور هو ادراك المفرد، والتصديق ادراك النسبة. يعني اما اقول لك مثلا ايه حصان، تقوم يجي في بالك انت الحصان اللي بيركبه الفارس وبيجري في الصحراء، هو ده اول ما تسمع كلمة حصان يبقى ده اسمه ايه؟ تصور. اما اقول لك الحصان يسير مسرعا يبقى بقى التصديق، يبقى نسبة السرعة إلى الحصان، إدراك نسبة السرعة للحصان بيسموها التصديق. يبقى تملي التصديق تركيبة نسبة والتصور فرد. واضح؟ فهنا بيقول وده يدلك على أن علماء الأزهر كان طريقة تفكيرهم بيغلب عليها علم المنطق اللي هي الأدوات اللي اتعلمها الأول قبل ما يفهم. يعني في أدوات معينة يتعلمها أدوات للفهم، يتعلم المنطق اللي هو طريقة التفكير، وبعدين يتعلم النحو والصرف اللي هو طريقة الكلام والنطق وضبط العبارة والبلاغة علشان كمان يزين الكلام، والبيان علشان يبقى الكلام مطابق للمعنى. كل الحاجات دي كلها تمهيد قبل ما يبتدي أصلا يتكلم، يعلمه الأدوات اللي هيتكلم بيها ويرتب ذهنه بالادوات اللي ايه؟ اللي يفهم بيها. فده يدلك على ان التعليم الازهري زمان كان تعليم تاني، حاجة تانية، مستوى تاني، يرتب العقل الاول علشان يبقى جاهز للمناقشة وجاهز للفهم، بخلاف الوقت اللي يهجم على علوم الشريعة وهو ما حصلش الادوات. فتبص تلاقي ما عندوش الادوات اللي بيها يفهم، فيبقى هيفهم ايه؟ بلا ادوات. يبقى هيفهم بلا ادوات يعني هيفهم بهوى، يقوم يخرق الإجماع، كل واحد يطلع بفهم جديد لأنه ما عندوش الأدوات خلاص، فهيفهم على قد ذكائه، على قد خبرته، على قد معلوماته، كلما قلت أو كثرت هو ونصيبه بقى، وعلى قدر هواه كمان، فيحصل خلاف الإجماع. فأنت لما تيجي تعرف الكلام المشايخ تعرف إن الكلام ده طالع من أي عقلية، والعقلية دي اتربت إزاي، والمنهج إزاي، والتفكير كان إزاي، تقوم تستنتج على طول اسلوب ايه التعليم الازهري الذي يخالف التعليم الازهري الان. التعليم الازهري الان صحيح فيه تعليم للادوات، لكنه ما بيشربهاش الطالب الشرب الكافي، فبياخد منها رتوش، رتوش سريعه ويجري، رتوش سريعه ويجري، وفي الاخر يلاقي نفسه كانه ما حصلش حاجه، وفجاه خد الشهاده ولبس العمه واعتلى المنبر. فدي المشكله. فلازم نرجع تاني للتعليم اللي هو كان الدكتور علي جمعة كان يقول نقلا عن مشايخه، يقول لك العلم بالقطارة، نقطة 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 نقطة. ليه؟ عشان تبني الفكر. انما الوقت لا، ده هو ياخد الكتاب يقرأ في البيت، تاني يوم يبقى العلامة الكبير، فما ينفعش كده. على أن ذكر الجواز مطلقا، بغض النظر عن معنى الجواز بقى، هو نقلك نقلة تانية، هو الأول قاعد يناقش كلمة جائز هنا هل هي المقابل للصحة للمنع والفساد، ولا هي مقابل لعدم الإلزام. وبعدين بغض النظر بقى عن كلمة جائز، طب هو جايبها هنا ليه؟ هو جايبها هنا قبل ما يعرفني بالشيء، مش كان حقه يأخرها شوية؟ فهمت بقى الكلام؟ طريقة ايه؟ ازاي ينقد الكلام من حيث الترتيب ومن حيث المعنى ومن حيث المراد ومن حيث الفهم، علشان تعرف ازاي كمان تناقش غيرك. على ان ذكر الجواز مطلقا في هذا الموضع، يعني قبل ذكر حقيقتها، غير مناسب.
لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. الحكم اللي هو التصديق، إدراك النسبة، أدي الحكم عن الشيء، إدراك النسبة اللي هو التصديق. فتصديق التصديق فرع التصور. ابتدي الأول الطفل وهو صغير، إيه دي يا بابا؟ أقول له شجرة. إيه دي يا بابا؟ أقول له ده كلب. إيه دي؟ ده إنسان. إيه دي؟ سيارة. يبقى الطفل في بداية تعليمه ياخد إيه؟ التصورات الأول. بعد كده لما يكبر يبتدي بقى يعمل لك بيت شعري، يجيب لك السيارة والشجرة وبتاع في نسب وحاجات جميلة، واخد بالك إزاي؟ ويحسنها لك بمحسنات بديعية ويقول لك أشعار. يبقى الأول أتصور وبعدين أصدق. فهمت؟ فأنت ابتدي معايا بهذا الترتيب، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فكان المناسب للمصنف أن يذكر حقيقتها بقوله وهي أن يشترط إلى آخره. أولا يعني الأول كان يعرفها قبل ما يقول جائز، لأن أولا ثم يذكر الجواز ويجاب عنه. طب افرض بقى الاعتراض ده، طب نجاوب عن الشيخ، يعني هو يعترض على الشيخ وفي نفس الوقت عايز كمان يلتمس له العذر. الاول يعترض على الشيخ مفيش مانع، لكن مش يقول انها اصلها فاتت الشيخ، اصله ما تعلمش منطق، اصله مش عارف. لا، طب ما يمكن الشيخ ليه مقصد اخر. معلش كده يقول لك ويجاب عنه بانه اتكل على كونها معلومه، يعني هو بيكلم علماء، وطالما هو بيكلم علماء فعارفينها اصلا، عندهم تصور عام عن معنى الجعاله قبل ما يعرف تعريفها، هو سمعها قبل كده ومدرك معنيها قبل كده، لكن هو يريد هنا ان يختصر، ويريد هنا ان هو يجمع الاحكام بسرعه لايه؟ لتحفظها للاطفال. فاكتفى واتكل على انها معلومه، واخد بالك؟ كل ده يعلمك الادب، انك انت ما تعدلش على غيرك وتسفهه. لا، عدل عليه ما يجراش حاجة، لكن ما تسفهوش، لأن يمكن ليه وجهة نظر تانية. يمكن هي برضو اللي في ضرف ذهنك ده، الاعتراض ده هو ضرف ذهنه وبيكتب، لكن هو عدل عنه لمعنى آخر. فاهم؟ يبقى ماشي على منطق إيه؟ ولا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. ما تقولش أنا اللي فاهم وغيري مش فاهم. ما تقولش أنا اللي عارف وغيري مش عارف، لا ما يصحش. فهمت بقى المعنى؟ يعني المناقشة دي السطرين دول تطلع منها أدب صوفي، وتطلع منها فقه، وتطلع منها أدب مع الخلق، وأدب مع الأستاذ، وأدب مع الشيخ، وترتيب علم، ومنهج ترتيب، ومنهج علمي، وترتيب عقلي، وطريقة المناقشة، كل ده في سطرين، عشان يعرفك قد إيه كان علماء الأزهر زمان، كانوا علماء يعني على ثقل علمي قوي من جهات عديدة، مع تزكية قلوب كمان. يعني مش علم وخلاص، أصل العلم من غير تزكية كبر. أول ما تتعلم وأنت مش مزكي قلبك تتكبر على خلق الله. خد بالك؟ وعشان كده الإمام الشافعي كان يقول إيه؟ ولولا رحمة ربي لظننت أن الناس كلهم عبيدي. من كتر سعة علمه وإدراكه السريع وذكائه اللي سابق عصره. لكن رحمة ربنا زكت قلبه، فخلته متواضع فما عملش كده. ولولا رحمة ربي لإيه؟ وعلشان كده يقول لك إيه؟ إن العلم بغير تزكية يؤدي إلى الكبر، فقلته أحسن، لأنه هيبقى حجة عليك. لكن العلم مع التزكية يجي النور، يجي الفهم، يجي القبول. فهمت بقى؟ وعلشان كده كان العلماء في الأزهر يعلم التصوف ويعلم العلم. التصوف التزكية، والعلم اللي هو طريقة الفهم. الاثنين ماشيين مع بعض. تلاقي الشيخ يديله السبحة ويلقنه الورد ومخالفة النفس، ويدله على العبادة وذكر الله وقيام الليل والمواظبة على الصلوات، وفي نفس الوقت يدله على الأدوات اللي بيها يفهم ويحفظه المتون. يبقى كله مرة واحدة، كله مع بعض، مش رواية بلا دراية، ودراية بلا تزكية، وتزكية بلا علم. لا، ما ينفعش. الوقت نشأ من يزكي نفسه ويقول انه صوفي وهو جاهل.
مش كده برضه؟ فاهتم بالتزكية ولم يهتم بالعلم، دي مشكلة. فاعترض الناس على التصوف لأن نظروا للجهل منهم، ونشأ العالم اللي ما اهتمش بالتزكية فأصبح يسفه غيره ويتكبر على غيره. فما ينفع، لازم نرجع الاثنين مع بعض، نزاوج بينهم. قوله من الطرفين اللي هو بيقول والجعالة جائزة من الطرفين، اللي هو ايه؟ اللي هو الملتزم والعامل. الملتزم بالجعل والعامل، ادي الطرفين. اي واحد فيهم ممكن يغير رأيه ما يكملش. فلكل من الجاعل والعامل، الجاعل اللي هو الملتزم والعامل اللي هو الملتزم له والقائم بالعمل، فلكل من الجاعل والعامل فسخها قبل تمام العمل. يبقى الفسخ امتى؟ قبل تمام العمل. ما ينفعش بقى يجي الجاعل يعمل الجعل والناس تشتغل وتنفذ له بتاع ويجيبوا له، فاني ولا انا فسختها، فسختها بعد ما ادوا العمل. فهمت؟ يبقى الفسخ يتم قبل العمل. طب افرض في اثناء العمل يديله اجره المثل على قدر جهده. فهمت؟ يعني قاعد يشتغل ثلاث ايام ولسه ما فانا رحت فسختها. يجي بقى يديني يقول له اجرتي في اليوم 50 جنيه، اشتغلت ثلاث ايام تديني 150. هو كان ناوي يدي له 5000 جنيه لو لقى الضله. لكن بعد ثلاث ايام انا خلاص مش عايز حد يدور على ضالتي. انا بلغت البوليس واكتفيت. انا عملت اعلان في الجرائد واكتفيت. فهمت ازاي؟ خلاص. بس كانت مرت ثلاث ايام الراجل ساب شغله وخد اجازه وسافر هنا ودور هنا وعمل هنا وتعب. فيقوم يجي يطالبه بايه؟ باجرة المثل الثلاث ايام دي. واضح؟ فهمت؟ فلكل من الجاعل والعامل فسخها قبل تمام العمل، فان فسخ الجاعل او العامل المعين قبل الشروع في العمل فلا شيء له، لانه لم يعمل شيئا، وانما يتصور الفسخ قبل الشروع في العمل من العامل المعين، لأنه إذا عقد مع معين كأن قال رد يا زيد عبدي ولك علي كذا، تأتى الفسخ من كل منهم. يروح يطالب زيد يقول له يا زيد خلاص ما تردش، أنا عملت بلاغ بوليس، ريح نفسك مثلا، ولك علي كذا، تأتى الفسخ من كل منهما باعتبار العقد الصادر بينهما بخلاف غير المعين، كأن قال من رد علي عبدي فله كذا. فانطلق الناس في كل مكان، كل واحد بيحاول يدور. هنا بقى الصورة الثانية مع غير معين. فإذا قال شخص فسخت الجعالة لغى ذلك القول، إذ لا عقد بينهما أصلا حتى يفسخوا، وإنما ذلك تعليق. وإن فسخ العامل ولو غير معين بعد الشروع في العمل فلا شيء له. افرض ان انا انطلقت ابحث للراجل عن الحاجه اللي اعلن عنها في المسجد، وبعدين لقيت نفسي ان ده هيعطلني عن شغلي، رحت بطلت بعد ما بحثت ست ساعات، بطلت ورحت شغلي بقى وقلت ماليش دعوه، ربنا يردها له بقى عن طريق حد غيري. خلاص لا شيء ليا بقى، هروح انا طالبه. طب انا ما عملتلوش الخدمه. فهمت؟ وإن فسخ العامل ولو غير معين بعد الشروع في العمل فلا شيء له أيضا، لأنه لم يحصل غرض الجاعل. وإن فسخ الجاعل بعد الشروع في العمل فعليه أجرة المثل لما عمله العامل، لأن عمله وقع محترما. واضح؟ يبقى لو فسخ الجاعل بعد شروع العامل في العمل يبقى عليه اجره المثل في الايه؟ في الجزء اللي بذله، لان عمله وقع محترما فلا يفوت عليه بالفسخ، او يفوت عليه، تنفع يفوت يعني العمل او الاجر او
يفوت عليه بالفسخ. لكن الفسخ، الفسخ عمل ايه؟ رفع المسمى وابتدى اجرة المثل، حل محل المسمى ايه؟ اجرة المثل. المسمى في المثال كان هيدي 5000 جنيه، لو ردها اجرة المثل اشتغل 3 ايام يوميته 50 جنيه يبقى ياخد 150. واضح؟ يبقى الفسخ يفيد بس ان هو يلغي الجعل الى اجرة المثل. واضح؟ لكن الفسخ رفع المسمى لرفعه العقد، فرجع الى بدله وهو اجرة المثل. زي ما يبقى واحد تزوج امرأة على مهر غير مسمى، نقوم نلجأ لإيه؟ القاضي، لأجرة للمهر المثل. يقول لك مهر المثل، يشوف دي من أسرتها إيه، مستواها إيه، أختها لما بتتجوز بتاخد كام، بنت عمتها لما اتجوزت قالت كام، بنت عمها، بنت خالي، أسرة، مستوى أسرتها، يروح حاكم القاضي بمهر المثل. فاهم؟ لأنه مفيش مسمى، مش محدد. فاهم؟ كذلك هنا في الأمور دي، طالما حصل خلاف نرجع لأجرة المثل. قول طرف الجاعل والمجعول له، من الطرفين اللي هو طرف الجاعل والمجعول له، طرف الجاعل اللي هو المالك والمجعول له اللي هو العامل، بدل من الطرفين. وكان الأولى أن يقول طرفي بصيغة التثنية. هو بيقول إيه؟ حقه كان يقول من طرفي العقد، هو قال من الطرفين، طرف الجاعل والمجهول. فبيقول والأولى أن يقول طرفي بصيغة التثنية، إلا أن يجاب بأنه مفرد مضاف فيعم الطرفين والجاعل، من الطرفين. هو قال إيه؟ من الطرفين، طرف الجاعل والمجهول له. كان هقول طرفي الجاعل والمجهول له، فقال لك لا، هو اكتفى بان طرف ده مفرد واضافه للجاعل، فلما يبقى الطرف المفرد مضاف يعم، المفرد المضاف يعم. قال كمان المفرد المضاف يعم لما بيقول ايه برضو في نواقض الوضوء، واخد بالك ازاي؟ كان بيقول ايه؟ كان قايل برضو مفرد مضاف فيعم، اللي هو في الحدث، في الأحداث التي تنقل الوضوء، واخد بالك؟ كان جاب برضو إيه في صورة مفرد وأضافه فيعم كل الأحداث، واخد بالك؟ فيبقى إيه في قاعدة إن المفرد المضاف يعم، فهو اكتفى هنا بالمفرد وأضافه عشان يعم الاتنين. كويس؟ كان بيقول في المنهاج، في منهاج الطالبين، يقول لك ايه الامام النووي؟ واركاء والوضوء فرضه غسل الوجه واليدين ومسح الراس والقدمين والترتيب على ما ذكرنا. طب ده انت قلت فرائض كتيره وبعدين تقول لي فرضه بالافراد، فهمت بقى؟ فقال لك ده مفرد مضاف يعم الكل. فهمت؟ انا افتكرتها، ده صغيرتها من حوالي 20 سنه الشغل في المنهاج، في ايه؟ في منهاج الطالبين بشرح جلال المحلي. فبيقول لك ايه؟ جلال المحلي في التعليق يقول لك والامام النووي قال فرضه وفرائضه متعدده، قال لانه مفرد مضاف فيعم. فهمت؟ نفس الكلام اللي هنا. يبقى الترتيب المخ واحد. جلال المحلي ده قبل البرهان البيجوري صاحب الحاشية بحوالي 200 سنة أو أكثر، لكن ده أزهري وده أزهري. ده بأسلوب العلم الأزهري بيرتب عقلية معينة ماشية كده، تلاقيها ماشية مع العصور المختلفة، العقلية هي هي. فهمت بقى؟ المنهج الأزهري كان يرتب العقول بطريقة معينة. فاللي قالوا الجلال المحلي قبليه ب 250 قالوا البرهان البيجوري نفس الكلام. إيه ده؟ دي عقلية أزهرية بقى. هي دي بقى ايه سمات العقلية الازهرية في التعليم، ممكن تستنبطها من خلال ايه الحواشي والشروح والهوامش،
واخد بالك ازاي، اللي كانوا يكتبوها تقوم تفهم على طول ايه هي العقلية الأزهرية اللي اهتموا فيها بتحصيل الأدوات مع تزكية النفس، واخد بالك. وكان الأولى أن يقول طرفي بصيغة التثنية، إلا أن يجاب بأنه مفرد مضاف فيعم الطرفين، والجاعل هو الملتزم للعوض والمجعول له هو العامل. قول وهي أي الجعالة، كذا في بعض النسخ قال لك وهي في بعض النسخ، وفي بعض النسخ الثانية وهو. فهمت بقى؟ هيبتدي يعلل لك إيه النسخة بتاعت وهي إيه وجهتها؟ وهو إيه وجهتها؟ يقول لك يا اخي انت هتضيع وقتنا، ايه يعني هي وهو دخلنا في الموضوع؟ لا، ما قيس لدي العقليه الازهريه اللي هو ما يفوتش حرف، عايز يفهم كل حاجه. وادي الفرق بين الازهري وغير الازهري، ان الثاني عايز التصديق قبل التصور فيقوم يحصل ادراك النسبه خطا، لان ما كملش التصور صح، ما تصورش الموضوع صح الاول، هو مستعجل يقول لك قول لي بس الحكم، قول لي الحكم، قول لي الحكم. انت هتقعد تقول لي هي وهو ومضاف ومفرد، ايه يا عم احنا هنضيع وقتنا ليه؟ هو عايز التصديق قبل التصور. شفت بقى التسرع؟ عشان كده يقول لك ان العقليه الغير ازهريه متسرعه في طلب العلم، وبالتالي يبقى عندها معلومات غير دقيقه. الفرق بين المعلومه الدقيقه والمعلومه غير الدقيقه ايه؟ انك تمر بالمراحل، لما تمر بالمراحل تبقى المعلومه راسخه في ذهنك، تقوم تعرف تناقش وما تفتنش بأي بقى ايه اقوال غريبة. تبص تلاقي تقرا كده اقوال غريبة تدرك على طول موضع الغرابة، لانك عقلك مرتب. انما اللي خد الامور كده بالكبشة يقعد يقرا صفحة واثنين وثلاثة ومش فاهم ان السم في الدسم. فين السم اللي في الصفحة؟ يقول لك ما كلام حلو اهو، ده كلها ايات قرآنية وكلها احاديث نبوية، ما شاء الله ما شاء الله، ربنا كرمه، وهو حاطط فيها كلام مكفر فيها نص المسلمين، وهي كلها آيات قرآنية وأحاديث، لأنه مش مدرك، مش مدرك إزاي يفهم الكلام وتصوراته. فهمت بقى الطريقة؟ فنرجع تاني نشوف هنا وهي أي الجعالة، كذا في بعض النسخ وفي بعضها وهو أي الجعالة أيضا. يبقى مرة يعبر عنها بهو ويعبر عنها وهي. وهو باعتبار المعنى، انا هقول لك كلام غير كلام الشيخ البيجوري برضه، وان كان هو في ذهن الشيخ البيجوري، واخد بالك، لكن هو هيعللها بطريقه تانية، لكن انا هعللها بطريقه سهله. اللي قال وهو اعتبر المعنى مش اللفظ، المعنى الجعل، والجعل هذا جعل، فالجعالة بمعنى الجعل، فقال وهو باعتبار المعنى لا باعتبار اللفظ، واللي قال هي باعتبار اللفظ الجعال. سهلة؟ وتلاقي في القرآن حاجات زي دي كده كتير، في القرآن تلاقيها حاجات زي دي كتير، زي يقول ايه يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا. ومن يقنط منكن، ليه ما قالش تقنط وتعمل صالحا؟ هنا باعتبار المعنى والتانية باعتبار اللفظ، نفس المعاني، لا هي هي ماشية، عقليات ماشية قرآنية كده ماشية في كل حتة، واخد بالك. فهنا أي الإيه، نشوف بقى تعليل الشيخ البيجوري بطريقة أعمق. اللي بقولها لك دي طريقة كده سندوتش تاخده وانت تمشي برضه، ومع انها صح، لكن هو عايز يقول لك طريقة ايه، انك هتاكل بقى وانت قاعد مربع على الطبلية وتاكل براحتك وتشبع بقى، غير اللي بياكل سندوتش ويجري، ده برضه بيشبع وده بيشبع، بس ده شبع عن شبع يفرق. فهمت؟ فهو عايز يقولها لك بقى بطريقه اصلها جايه منين، واني كان الافضل، هل الافضل لما يقول وهو ولا الافضل يقول وهي؟ اذا كان الاثنين جائز، طب وايه الافضل؟
فهمت بقى؟ يبقى ده بينقلك نقلة تانية، مستوى تاني للتفكير. مش كل نقول لك ما هو ده جائز وده جائز، ده بمعنى باعتبار اللفظ والتاني باعتبار المعنى ومشي حال. طب لو انا هختار، اختار اني احلى واني ارقى في المعنى واللفظ، ومين هي اللي توافق المعنى النحوي المتفق عليه عند معظم علماء النحو؟ شفت بقى؟ يبقى هنا بيعلمك ان العلم درجات، فهمت؟ فدرجة تناسبك وانت في ابتدائي، درجة تناسبك وانت في اعدادي، ودرجة تناسبك وانت كل ده. طول ما انت ماشي في الحواشي كده تقرا، بتلاقي نفسك انك انت لسه بدري عليك. يقوم يعلمك التواضع. اول ما تقعد تقرا في الحواشي دي، اول حاجه تعلمك التواضع، عدم التسرع. فهمت؟ مش يجيب لك بقى الملخص الوافي ويكتب لك كلمتين مش عارف ايه، تقوم اول ما تقراهم تقول ايه؟ لا ده انا ممكن اعلق عليهم، وممكن اشرح، وممكن اعمل، وتحفظهم بسرعه، وتفتكر نفسك انك انت خدت في نفسك قلم بسرعه وانت ما تعرفش حاجه. لا، ده الحكايه لسه بدري. فالحكايه دي كلها تعلمك ايه؟ عدم التسرع والتأني، واعتبار كل النسخ، لان كانت النسخ خطيه. فيشوف بقى النسخه هنا ونسخه هنا، بدليل ان هو كان لا يكتفي انه ياخد الدليل من نسخه واحده. لا، ده يراجع كل النسخ، لا يكون في لفظ ساقط هنا، لفظ ساقط هنا، يقوم يفوتوا معنى. مفيش تسرع، كل حاجة براحتها. احنا بقى بقينا ايه؟ في زمن التسرع. لدرجة حتى عايزين يقروا الحديث من غير اسناده. يقول لك قول لي قال رسول الله ايه وخلاص يا اخي. طب ما هو لو عمل كده الجيل الاول كان ضاع كلام النبي. ده لولا الاسناد ما كناش نعرف نقول قال رسول الله دلوقتي. فهمت ازاي؟ كنا هيوصل لنا ازاي؟ فالناس مش مدركه اهميه الحاجات ايه اللي هي الترتيب العقلي ده، واهميته في صياغه العقل العلمي الواعي. وهي اي الجعاله كذا في بعض النسخ وفي بعضها، وهو اي الجعاله ايضا، فهو راجع للجعاله على كل من النسختين. لكن في هي راجع لللفظ، وهو راجع للمعنى. كويس؟ وذكره على الثانية، ذكروا على الثانية اللي هو وهو. ليه قال وهو؟ باعتبار الخبر كما هو الأولى، يبقى قال لك إن وهو أولى. يبقى أنت عرفت إن الاثنين صح، لكن هو أولى. طب ليه؟ لأن القاعدة أن الضمير متى وقع بين مذكر ومؤنث جاز التذكير والتأنيث، لكن الأولى في الحالة دي مراعاة الخبر. الضمير لما يقع الضمير بين مبتدأ وخبر، المبتدأ مؤنث والخبر مذكر، يجوز الاثنين، هو وهي. طب والاولى نراعي لفظ الخبر فنخليه مذكر. شفت القاعدة بقى بيرتب لك ازاي؟ يبقى ما يجي الضمير بين مبتدأ وخبر، المبتدأ مذكر والخبر مؤنث، يبقى الاولى يبقى مؤنث، مراعاة الخبر. لكن لغة يجوز ان انا انسه واذكره. فهمت معنى كلام الشيخ بقى؟ طيب ما هنا بيقول ايه؟ طب الخبر فين؟ وهي ان يشترط، يعني وهي اشتراطه. واشتراطه ايه؟ يبقى يقول وهو. فهمت بقى كلام الشيخ؟ يبقى وهو احلى باعتبار الخبر. فهمت المناقشه ازاي بقى بيرتب لك عقلك؟ تقوم ازاي تفهم كلام المشايخ؟ فهمت يا استاذ؟ لكن خطأ حد، ودى في حد في داهيه، دخل حد النار، لحد دلوقتي ما دخلش ولا واحد النار الحمد لله. لكن في ناس في كلامهم يدخل نص الناس النار كل شويه، لحد في الاخر على ما تخلص لا يدخل كل الناس النار الا هو. الجنه على قده بس. ما ينفعش كده. وذكره على وذكره على الثانيه باعتبار الخبر. ذكره، يعني ذكره المصنف على الثانية أو الشارح على الثانية باعتبار الخبر كما هو الأولى، لأن القاعدة أن الضمير متى وقع بين مذكر ومؤنث جاز التذكير والتأنيث، لكن الأولى مراعاة الخبر. وهو هنا أن يشترط، فإنه في تأويل اشتراط، واشتراط دي مذكر. فهمت؟ أن يشترط دي يسموها إيه؟ مصدر مؤول.
تقول ان الخبر مصدر مؤول، يعني ان والفعل اللي بعدها يؤول بجملة واحدة بكلمة واحدة تبقى هي الخبر، مش كده برضو؟ سموه ان المصدرية. شوف فتح لك كم باب نحو، كم باب بيان، وكم كل ده في ايه؟ في مناقشات لطيفة جميلة، ولسه ما دخلش في الموضوع. فهمت؟ عرفت بقى ان التعليم الازهري زمان كان حلو ولطيف كده، يدي لك الحاجة بالراحة وتتعلم بالراحة. لا، الوقت يقول لك ايه، دي لاغي وده مهمة، واهتم بالسطر الاخير، والباب ده مش هيجي فيه اسئلة، وامسك. لدرجة انا كنت بشوف عيال يمسك الصفحة اللاغية يقطعها من الكتاب. اه والله، وانا في الازهر لحسن يغلط في البيت ويقراها ولا حاجة لا سمح الله. لا يعني حاجة غريبة. وفي الاخر يلبس عمة ويبقى شيخ. شيخ ايه ده بقى؟ قول ان يشترط، اي ان يلتزم الشخص ولو غير المالك ان يشترط، لان ممكن المالك وممكن السكرتير بتاع المالك وممكن وكيل المالك، اي حد يبلغ، مش كده برضه؟ يعني مش شرط المالك نفسه اللي هيشترط. ان يلتزم الشخص ولو غير المالك، فالإضافة في ضالته ليست قيدا للمالك، كما ان كل من الرد والضال ليس قيدا، فمثل ضالته غيره، فمثل ضالته ضلت غيره، ومثل رد الضالة غيره، كالخياطة والبناء وتخليص المال من نحو ظالم او المحبوس. يعني اصل الجعالة مش في رد الضالة بس، يعني ده في حاجات كتيرة بقى تاني. يعني بيقول لك ده مثال بس. كالخياطة والبناء وتخليص المال من نحو ظالم او المحبوس ظلما كما تقدم، ومثل الضالة غيرها من مال او امتعة وغيرها كالاختصاص. والحاصل ان كلام في المصنف يوهم ان الرد قيد والضل قيد ايضا، وان الاضافة في ضلته كذلك وليس كذلك. لا هو المثال قيد ولا الاضافة قيد ولا الضمير المضاف اليه قيد. دي كل دي امثلة، والموضوع اوسع من كده. فهمت بقى؟ وليس كذلك في الجميع. ويجاب عنه بأنه أراد مثلا في الجميع، يعني التمثيل بس. قول رد ضالته، في رد ضالته هي اسم لما ضاع من الحيوان. الضالة يطلق على ايه؟ ما ضاع من الحيوان. كويس؟ اسم لما ضاع من الحيوان كما قال الأزهري وغيره. لكن اما يبقى حاجة مش حيوان فيها روح، تبقى حاجتي متاعي، مش كده برضو؟ اي حاجة بقى. انما تقول ضلتي يبقى كلب الحراسة، يبقى الحمار اللي انا بركبه. يعني يطلق تملي الضل على الضائع من الحيوان. كويس؟ انما ما تقول مثلا ايه اي حاجة تانية غير حيوان، تقول متاعي، تقول ايه يعني، ومتاعي اللي هي بتاعي بلغة المصريين، الميم بقت به، يقول لك بتاعي يعني متاعي، نقل الميم إلى الباء، زي مكة وبك، ما هي لغات، كلها لغات عربية فصيحة. يبقى في رد ضالته اسم ضال، الضالة يعني اسم لما ضاع من الحيوان كما قاله الأزهري وغيره. وقد عرفت أنها ليست قيدا، كما أن الرد ليس قيدا والإضافة كذلك، وإنما بنى كلامه على مجرد التمثيل. قول عوضا هو الجعل، وقول معلوما هو شرط لاستحقاق عينه. يعني كلمة معلوم مش شرط في صحة الجعل، لا ده في صحة استحقاق عينه. انما ممكن انا ما اقولش الجعل قد ايه، لكن لو قلت قد ايه يبقى ده شرط في استحقاق نفسه. واضح؟ لكن زي ما اقول مثلا ايه، ابحث عن ضالتي ولك علي ان ارضيك. انا حددت له حاجة؟ ارضيك. خلاص، يبقى اي حاجة ده. لكن ولك علي ان اعطيك الفا، يبقى وجب الالف. فهمت؟
يبقى عوضا معلوما. المعلوم دي مش شرط في صحة الجعل، ده شرط في ايه؟ في استحقاق عين المجعول. واضح؟ هو شرط لاستحقاق عينه. فإن لم يكن معلوما، كأن قال من رد ضالتي فعلي فله علي ما يرضيه، المصريين يقول لك هحللك بقك، مش كده برضه؟ ويقصد يعني يديلك مبلغ، مش يعني يديلك حلاوة حمصية يعني، مش هيقصد كده، مش كده برضه؟ أو نحو ذلك، فله أجرة المثل. يبقى لو يكن مع لما أقول له هحلي لك بقك، وبعدين بذل الجهد واداني، فديته المبلغ ما عجبوش واشتكاني عند القاضي، القاضي يحكم بأجرة المثل. فاهم؟ يشوفه خد قد ايه، استغرق منه عمل قد ايه، وسافر قد ايه، وبذل مجهود قد ايه، ويبتدي القاضي يحدد له اجره تناسب العمل ده. فهمت؟ يسموها اجره المثل. لكن لو اديته وراضيته ما بقاش في مشكله، القاضي مش هيحكم، لانه مش هيروح للقاضي اصلا، مش هيبقى في شقاق. فهمت؟ يبقى احنا بنروح لاجره المثل عند القاضي لما يحصل نزاع بقى، وما يحصل نزاع والقاضي هو اللي يحكم فيه. وكذلك إن كان نجسا مقصودا، يعني ياخد أجرة المثل لو كان نجس مقصود، قال له ولك علي زق خمرة، لأنه الراجل ده كان كتابي، والكتابيين عندهم بيبيعوا الخمر، وهو أصلا تاجر خمر، قال له اللي يرد علي ضلتي هديله زق الخمرة. المسلم موافق، قال له انا اخد منه زق الخمره، اديه لواحد كتابي زيه، واخد انا القرشين انا ولا بيهم. فكر كده، لانه جاهل، مسلم جاهل. عارف المسلم بقى الشاطر يقول له لا، الخمره عندنا غير محترمه، قول لي اجر تاني محترم عندي. طيب انا وافقت لجهلي، فرحت جبت له الضله بتاعته، فرحنا للقاضي علشان انا مش عايز اخد زق الخمر، يوم القاضي يعمل ايه؟ يروح لأجرة المثل. القاضي برضو يروح لأجرة المثل لانها نجسة ايه؟ مقصودة. فان لم يكن مقصودا، افرض بقى قال له نجاسة ومش مقصودة مطلقا، ملهاش قيمة عند اي حد في الدنيا، جثة معفنة، قال له ليك علي هديلك شاه ميتة متعفنة. طب دي لا بينفع تدفع بيها المسلم ولا غير المسلم، وهو قبل وراح اشتغل، يبقى كأنك انت بتشتغل متطوع بقى، تقول مثل ايه؟ يبقى انت متطوع، روح اجري مالكش حاجة. فهمت بقى؟ يبقى لو كانت نجاسة مقصودة يردوا لأجرة المثل، نجاسة غير مقصودة يقول له مالكش حاجة. فهمت بقى المسألة؟ في عايز تسأل ايه؟ مين كان عايز يسأل؟ فهمتها الحته دي؟ ادي لك امثله كتير غير الخمر. كلب صيد، كلب صيد، الكلب الصيد ده لا ثمن فيه، لا ثمن له، مش كده برضه؟ وانا مش محتاجه، انا هبحث، لو ادوني انا ما بصطادش بالكلب. فالكلب ده لا ثمن له، وهو نجاسه مقصودة، يعني ما يعني مستفاد بيها في وجه ومش مستفاد بيها من وجه، دي نجاسة مقصودة. يبقى نرجع لأجرة المثل. فهمتني ازاي؟ خنزير، دي أمثلة كتير، خنزير عندهم بياكلوه ويبيعوه، عندنا احنا ملوش قيمة، خدت بالك ازاي؟ يبقى دي اسمها نجاسة مقصودة. لكن قال لي ايه مثلا؟ هتاخد برميل بول. ايه بول دي؟ واخد بالك؟ ما دي نجاسه غير مقصوده، غير منتفع بيها في اي حته. يعني حتى لو عنده معمل تحليل مش هيستفيد بيها برضه، لان لازم البول يبقى بول ناس معينه عشان يعرف يده. انما ده اختلط الابوال كلها داخله ببعضها، يعني حتى في معمل التحليل مالهاش قيمه. زي المعمل التحليل اللي يقول له ايه؟ التحليل بجنيه والبول من عندنا، علشان يعني يجيب زباين يعني. فما ينفعش. يبقى في حاجه اسمها نجاسه مقصوده، يعني ليها قيمه ما عند طائفه
غير المسلمين، هو في نجاسة غير مقصودة عند الكل، فهمت؟ النجاسة المقصودة يرد الأجرة المثل، وغير المقصودة ملوش أجرة. سهلة؟ فإذا ردها أي رد العامل الضالة من المكان المعين، فإن ردها من أقرب منه فله قسطه. أنا قلت ضاعت مني ضالتي وأنا في القاهرة، ضاعت مني ضالتي في الإسكندرية، من ردها علي له عندي مثلا 5000 جنيه، فهم؟ أم واحد من الناس راح مسافر على إسكندرية، نزل استراحة في الطريق الصحراوي في الريست في نص الطريق، لقى الضالة بتاعتي مربوطة هناك في الريست. البركة يا جامع، الحمد لله، ما انا مديله اوصاف، راح واخدها من نص الطريق ورجع، فهمت ازاي؟ يبقى اديله ايه؟ نصف المطلوب، لانه بذل نصف المسافة. واضح؟ فهمت الكلام من المشايخ؟ نقراها تاني. أي رد العامل الضالة من المكان المعين، قلت ضاعت في اسكندرية يبقى حددت له مكان معين، ضاعت مني في قنا، الحمد لله فتحوا الإطارات، الحمد لله. لا بيقولوا فتحوا؟ قال النهاردة، قالوا جمدوا المحافظ لمدة 3 أشهر، مفيش محافظ في قنا، والسكرتير المحافظ هيقوم بأعمال المحافظ لحين ما نحل المشكلة يا أهل هنا. فأهل هنا قالوا خلاص تعالى قطر امشي، فمشوا القطر الحمد لله. كويس. فهو بقى لقاها في سوهاج قبل ما يوصل هنا، يبقى نشوف بقى قسطها. المسافة من هنا لسوهاج 3/4 المسافة من هنا لهنا، يبقى ياخد 3/4 المقصود. فهمت بقى المسألة؟ أي رد العامل الضالة من المكان المعين، فإن ردها من أقرب منه فله قسطه على قدها، وإن ردها من أبعد منه. ده أنا قلت له بقى في اسكندرية أم لقاها في مرسى مطروح، أصله راح اسكندرية في المكان اللي أنا كنت فيه، قالوا لي أنت بتسأل على الجمل بتاع الدكتور يسري، عارفينه، بس ده احنا دورنا على الدكتور يسري ما لقيناهوش، فرحنا بايعينه الواحد خده وهو من مرسى مطروح، حمله على العربية ومشي من بارح، طلع على مرسى مطروح يدور على الجمل، فهمت بقى؟ فجابه من مكان أبعد منه، فهمت؟ يبقى هياخد القسط الزياده برضه، فاهم؟ وان ردها من ابعد منه فلا زياده له لعدم التزامها. هنا بقى قال لك لا زياده له لعدم التزامها، وفي وجه عند الشافعي ضعيف، لو بحثت بقى في الوجوه بقى كتير، يبقى ليه الزياده لكن بقدر نفقه الطريق بس. واضح؟ يبقى في وجه ضعيف، لكن الوجه الغير ضعيف اللي هو المعتمد اللي عمله ده تبرع، ما زاد عن الاسكندريه ده تبرع منه، اجتهاد منه، كتر خيره ياخد ثوابه في الاخره، فهمت؟ فلا زياده له لعدم التزامها او من مثله من جهه اخرى. انا قلت له ضاعت مني في اسكندريه على بعد 250 كيلو، فلقاها في بورسعيد على بعد 250 كيلو، نفس المسافة بس جهة تانية. خدت بالك؟ يبقى خلاص. نفس الجعل، لأن هي المسافة هي. فاهم؟ شفت بقى المشايخ في المناقشات بيربي فيك الحس الفقهي. عايز يخليك فقيه تعرف تتصرف وتفكر ازاي. أو من مثله من جهة أخرى. من مثل يعني من المكان المعين ده من مثله بس بجهة تانية، فله الجعل لمساواته للعمل المشروط مع حصول الغرض اللي هو ايه؟ رد الضل. ولا بد من تسليمه المردود علشان يستحق الجعل، لابد يسلمه المردود الاول، بخلاف عقد الإجارة بيستحق الاجر بمجرد العقد. فاكر انت في الإجارة عقد الإجارة كده، لكن في الجعل لا، لما بيستحقش بمجرد العقد، فيستحق امتى؟ بالرد، فهمت؟
ولا بد من تسليمه المردود. فلو هرب العبد أو غصب أو مات بغير قتل المالك له، ولو بعد دخول دار المالك لكن قبل تسلمه فلا جعل له. واضح الكلام؟ حصل أي آفة بعد ما جبت أنا الهربان قبل ما يستلمه المالك، وقع عليه جدار مات، حد خطفه مني، أي حاجة بقى، ماليش حاجة. فاهم؟ وكذا لو رجع الهارب أو المغصوب وحده لأنه لم يرده. يبقى لو رجع كمان الهارب لوحده قبل ما يرده يبقى ملوش حاجة برضه، ما هو جه لوحده. ولو أنكر المالك سعي العامل في رد الآبق بأن قال لم ترده بل رجع بنفسه، يصدق مين؟ يصدق الملك بيمينه، لأن الأصل براءة الذمة، لأن الأصل عدم الرد وبراءة ذمة المال، مش كده برضو؟ وكذا لو أنكر شرط الجعل للعامل بأن قال العامل شرطت لي جعلا فأنكر المالك، فيصدق المالك بيمينه لأن الأصل عدم الشرط. فإن اختلف الملتزم والعامل في قدر الجعل بعد فراغ العمل، يبقى الأمثلة السابقة أنكر الجعل بالكلية، مرة اللي أنكره، واخد بالك؟ وهنا اختلفوا في القدر، ما اختلفوش في الجعل. ده قال لي هديك 10,000 جنيه وأنا بقول لا، ده أنا قلت له هديك 2000 جنيه بس. اختلفنا مع بعض، خدت بالك؟ ولو أنكر شرط الجعل للعامل بأن قال العامل شرطت لي جعلا فأنكر المالك، فيصدق المالك بيمين لأن الأصل عدم الشرط. فإن اختلف الملتزم والعامل في قدر الجعل بعد فراغ العمل تحالفا. طب افرض الاثنين حلفوا، واحد قال والله العظيم قال 10,000 جنيه، أم التاني قال والله العظيم قلت له 2000، هو اللي سمع غلط، والاثنين حلفوا، انفسخ العقد ويرجع لأجر المثل. سهلة الحكاية؟ يبقى لو تحالف تساقط. طب واحد فيهم حلف والتاني نكل، يبقى يحكم للي حلف. نكل يعني رفض يحلف. فهمت بقى ازاي؟ وفسخ العقد ووجب أجرة المثل كما لو اختلف في الإجارة، وليس للعامل حبس المردود لقبض الجعل. ما ينفعش بقى العامل يحبس الحاجة اللي جابها ويقول له سلمني وسلمك، ما ينفعش، لأنه هو لا يستطيع أن يتسلم إلا إذا استلم الملك أولا، فليس له حبس الشيء عنده. وليس للعامل حبس المردود لقبض الجعل لأن استحقاقه بالتسليم ولا حبس قبل الاستحقاق، وكذلك لا يحبسه لاستفاء ما أنفقه عليه. ما يقولوش كمان يحبسه لحد ما يقول له ده كلفني فلوس كتير قوي في الطريق، طول النهار يقول انا جعان، طول النهار ابنه تايه وراح جاب الواد، والواد طول الطريق عايز شيبسي، عايز ساندويتش، عايز حاجه ساعه تنطط، فجاب له كل حاجه فأنفق عليه كتير. يقول له انا ما اركبش اتوبيس، انا اركب تاكس، احنا من عيله ما بنركبش اتوبيسات، عندنا ركوب الاتوبيس عيب في عيلتنا كده، لا ماضى بقى اي حاجه، فانفق على الوقت. فهمت ازاي؟ لحد ما جابه وادى له. وكذلك لا يحبسه لاستفاء ما انفقه عليه ولا يرجع به الا ان انفق باذن المالك. افرض ان الواد شرط عليه، قال له انت هترجعني لابويا في القطر، رجعني في الطياره. قام اتصل بيه في المحمول، قالوه انا لقيت الواد في اسكندريه وبيقول يرجع في الطياره، ايه رايك؟ يقول له تعالوا الطياره بتاعتي باذن المالك، يبقى تعالى. فهمت بقى ازاي؟ يبقى باذن المالك. الا ان انفق باذن المالك فباذن الحاكم، فباذن يعني يا اما باذن المالك او باذن الحاكم القاضي. افرض ما لقاش المالك فاستاذن القاضي، والقاضي أذن له، القاضي يحكم على الملك يدفعه. فهمت؟ فبإذن الحاكم. فإن تعذر، طب افرض تعذر يشهد ناس، الواد طول الطريق قاعد بياكل، أجيب له سندوتش فول يقول لي لا عايز كباب،
كلفني كتير، تعالوا يا جماعة اشهدوا معايا قدام ابوه، الواد ده دفعني دم قلبي لحد ما جبته لابوه، يبقى يشهد، يبقى يا اما باذن المالك او باذن الحاكم او بالاشهاد. واضح؟ فان تعذر فبالاشهاد، فان تعذر ما يعرفش يعمل ولا حاجه خلاص ما يرجعش، ما يرجعش عليه بحاجه، خلاص اللي عملته ده تطوع منك جزاك الله خير، تساب عليه في الاخر، لكن مش هيدخل جيبك في الدنيا خلاص. فهمت بقى؟ فان تعذر لم يرجع، وان قصد الرجوع، لان تعذر الاشهاد نادر. قوله استحق الرد، اي ولو تعدد فيستحقونه بعدد الرؤوس ان تساووا في العمل، والا وزع عليهم بقدر المسافه. مثلا انا قلت اللي يبني لي جدار في ال 100 متر دي، انا عندي يعني 100 متر المدخل بتاع البستان بتاعي 100 متر، قلت عايز ابني عليه جدار طوله كذا وارتفاع وعرضه كذا وفي باب على بعد كذا مواصفاته كذا، ورحت اعلنت في المسجد من بنى لي هذا الجدار بهذه المواصفات له عندي 10,000 جنيه، على اساس بالمونة بالعمل كويس. فتسابق اهل القرية كله عايز يبني، فاشتركوا يا 10 بنوه، يدي كل واحد قسطه، ده عمل 10 متر ياخد 10 الاجر، ده عمل 5 متر ياخد 1/20، ده عمل 50 متر ياخد نصف الاجر، وهكذا. يبقى كلهم بقسط، يبقى لو اشترك عدد الرؤوس تدي لكل رأس كل على قسطه. فهمت بقى الصورة؟ يعني مش شرط العمل يبقى واحد، ممكن يبقى متعددين مشتركين. وقول ذلك العوض المشروط له، أي لذلك الرد، فيستحق جميعه على الملتزم ولو غير المالك، إن لم يتصرف الملتزم في الجعل بزيادة أو نقص أو تغيير جنس قبل الفراغ من العمل، فإن تصرف فيه بذلك، كأن قال من رد عبدي فله 10، ثم يقول من رد عبدي فله 5 أو عكسه، أو قال من رد عبدي فله دينار، ثم يقول من رد عبدي فله درهم. فإن علم العامل بالنداء الثاني قبل الشروع في العمل استحق الجعل في النداء الثاني، خلاص مش كده برضو، لأنه فسخ للنداء الأول. وإن لم يعلم به في الحالة الثانية دي بقى ما عرفش، استحق أجرة المثل، لأن لو اتفسخ رجعنا لأجرة المثل. وإن لم يعلم به استحق أجرة المثل، لما علمت من أن النداء الثاني فسخ للأول، وهو يقتضي الرجوع إلى أجرة المثل عند الجهل بالنداء الثاني. وكذا لو كان التغيير بعد الشروع فيستحق أجرة المثل، فلو عمل من سمع النداء الأول مع من سمع النداء الثاني استحق الأول نصف أجرة المثل لانتساخ النداء الأول بالثاني في حقه، واستحق الثاني نصف المسمى الثاني. واضح؟ يبقى كله على قدره. ونقف كده على فصل في أحكام المخابرة إن شاء الله يوم الاثنين القادم، احنا اتفقنا هنخليه بعد المغرب، بعد المغرب إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. في سؤال حاجة في الجعل؟ الحمد لله كله خد الجعل بتاعه، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.